اخر غمزه اثنين جوال صراحه. المويه اللي جنب البورصه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة الحد 12/3/2023. احنا يا جماعة النهاردة في كفر الشيخ على المية اللي بعد البورصة، الترعة اللي بعد البورصة اللي قصاد الملف على طول اللي كنت واصفها قبل كده. الترعة دي يا جماعة النهاردة شغالة كويس، شغالة كويسة طبعا في شهر تلاتة، يعني في شهر تلاتة وشغالة كويس. طعم وغل، انا هوصف لك بالظبط تعمل ايه بالظبط زي ما انا اشتغلت، هقول لك تعمل ايه عشان ربنا يكرمك وتاخد سمك. دوس بس لايك كده على السريع كده، دوس لايك اشترك في القناة ويلا بينا على الفيديو الجميل. دي يا جماعة الترعة بتاعتنا اهي تمام كده. دلوقتي انا هشتغل طعم وغل. ايه الدور يعني لما تيجي هنا بالظبط تتنقي دور غويط. انا كده دلوقتي هشتغل بالدور الغويط ده. سمى حاجة لما تيجي هنا ما تعملش أي حاجة في الدور، نقي الدور نظيف وانزل، ما تلعبش فيه، ما تجيبش بقى حاجة بقى وتنضفه وتروقه، لا على وضعه عشان السمكتين اللي فيه ما يمشوش. هتجيب شوية علف صغيرين، العلف اهو، شويه العلف دول ما تلهرميهم، ما تكترش عن شويه دولت. طبعا انا هشتغل دلوقتي ايه طعم وغل، هشتغل في نص الميه، ارمي هنا كده تمام، مش عايز اكتر من كده. انا خلاص دي تنزل عليها طعم وغل عادي، لكن لو اشتغل غله مثلا بس اشتغل جنب الجرف، تشتغل هنا كده وترمي الايه المرايه فوق خالص، تعلق المرايه وتنزل غل. بس انا بحب اشتغل طعم يعني بحب اشتغل مرايه غرقانه، دي بقى بشتغل طول النهار عليها وخلاص. لكن دي ممكن الماء لو زادت هتمنع معاك على الجرف، لكن في نص الماء شغال معاك طعم وغله طول النهار مية مية. بس تنقي دور غويط، الماء هنا فيها ادوار عاليه وادوار غويطه، انت بقى بحداقتك ومفهوميتك كده تنقي دور غويط. بيلعوك كده الجس كده، لو الغماز نام يعني مثلا طول مثلا 50 سنتي وغماز نام، تعرف ان الدور ده ايه ما ينفعش، مش اقل من 50 سنتي يشتغل في نص الميه. الدور ده معايا هنا متر، الدور ده متر، طول الغماز طول متر واقعد جس كده الادوار كده لغايه لما تلاقي الدور معاك الغماز وقف و100 100 معاه. يلا يا جماعه اللي ما عملش لك يعمل، ويلا بينا على الفيديو الجميل. صلوا على النبي يا رجاله، حته يا رجاله كده هنبدا نصور. دي يا جماعه رابع حته، لا دي الخامسه كمان، هنبدا نصور يا جماعه باذن الله مباشر باذن الله. طعم رجالة من الترعة اللي بعد البورصة، حجمه رجالة من الترعة اللي بعد البورصة على طول، الحد 12/3/2023، من نص المية، عامل دور في نص المية، رش علف على شوية غلة ونزل بيهم، نزل طعم على وإيه وعود غلة. هنبدأ نصور مباشر رجالة، شهر تلاتة يا شباب، شهر تلاتة. دي يا جماعة الحتة لسه طالعة اهي، هوريكم الأربع حتت اللي جايبهم، بس طبعا مصورتهمش، قلت أما الماية تشتغل، لو اشتغلت معانا هنصور، ما اشتغلتش مش هصور. لما اشتغلت معايا بقى قلت ايه نبدأ نصور يعني. السمكة يا رجالة، دومات الأربع حتت اللي جبتهم معايا النهاردة، الأربع حتت هما رجالة اللي جوه همت، ودي الخمسة. نبدأ نصور مباشر بإذن الله. خش عسلية اهو رجالة، اربع حتت اهو، والخمسة دخلت اهي، شهر تلاتة. تابعونا يا شباب هنبدأ نصور مباشر. خش يا بطل، خش يا بطل، اسحب اسحب، كمل بقى. الله الله، التاني خدت كمان يا رجالة، الصلاة على النبي اهي، البولت الجميل. ايوه هي، الصلاه على النبي عليك، الصلاه على النبي، الصلاه على النبي على الحلويات، حتى في الهوا شغاله، شهر ثلاثه في الهوا. حجمه محترم يا رجال، حجمه محترم بالطعم.
الله 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 حبيب 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 ليه كده ليه كده؟ الحمد لله الحمد لله. اشطب الهبل اشطب الهبل ولعه ولعه. هو ده الشغل ولعه رجاله. 12 3 ابو علي رجاله استفتح اهو. امسك بيدك كده يا ابو علي بس عشان بص اقعد على الشط التاني اهو اهي السمكه اشتغل اهو غل ماشي غالي. يلا هي دي بقى هي دي بقى الصلاة النبي عليكي بقى حلويات يا جماعة والله حاجات ما شاء الله عليها. 12 3 20 23 شغل جديد ترعى اللي بعد البورصة. أي خدمات يا رجالة دوس لايك للفيديو بقى خش يا بطل. ماشي ماشي كمل كمل. الصلاة على النبي عليك حلوياتك يا جماعة حلوياتك حلويات شهر تلات بالطعم يا شباب. زي ما قلت لكم النص المية طعم لو اشتغل على الجرف يبقى غلة ممكن برضو بنص المية غلة برضو بس الطعم اسرع في الايام دي. طعم ده ولا طعم ده بقى طعم اه اخر جد بعد ما لمينا تعالى يا فجر الصراحه مسليات طبعا الصراحه والله يا جماعه لمينا خالص الصراحه. بص هنا اخر غمزه اتنين جواز الصراحه المايه اللي جنب البورصه شوفوا يا جماعه الشوي اللي جبناه من النهارده من الميه اللي بعد البورصه. اه يا رجاله دي الشوي اللي جبناه النهارده يا رجاله. اه يا شباب من الميه اللي بعد البورصه الحد 12 3 يعتبر بدات تقول حلوه. يلا يا جماعة لايك للفيديو بقى واشتراك للقناة. طبعا يا جماعة كنا على مية تانية وبعد كده جينا هنا يعني دوبك مش من الصبح يعني دوبك الساعة 11